خلي بالك هو المسكين عنده فقر دم وفقر جيب وانيميا اللي عملها له مبارك على طول ال 30 سنه، خلصان خلصان، هو صوره ماشي. وبعدين نقول ابدا الطبيب بقى حي، هو اول ما ياخد كده بعد العصر ده ايه شايف ايه؟ يقول له انوار، انوار الزغلاله اللي تعرفها بتاع الانيميا، بتاع الانيميا. يقول له شايف انوار قدامي، وصلت يا هلا كمان يلا حي حي، ايه جرك ايه؟ وقع البس الجسد ده عمل خط الوقت ده، هو مع فلان الوقت في خط واحد، والمسكين اصلا جاله صرع بسبب الفقر بسبب الانيميا بسبب كده. يبقى اول حاجه صحه الاعتقاد والزعم. ثاني حاجه الالحاح في الدعاء والتوسل الى الله بالعمل الصالح، ان يمن عليه برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقعد يدعي ربنا يا رب اجعلنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب من علي ابينا هذه الكرام، يا رب الى اخره، ويكون الدعاء بنيه صافيه ومن قلب وخارج باشتياق وتمني حقيقي. اسال ربكم اعلم بما في نفوسكم، القضيه منتهيه لا تفي عنه تائهه. ومش كده بس، ويتوسل الله بالعمل الصالح، يرضي والديه، يتوسل الله بكيت بخرج كيت بالدعاء كيت الى اخره، يرضي ربنا في كل شيء. اهو من عليه بقى برؤيه النبي يمن الله عليه. الثالثه اتباع النبي، ما ينفعش تخالف النبي وتقول انا بشوف النبي. ان المحب لمن يحب مطيع، مش معقول السنه كده وانا ماشي عكسها. يعني مثلا السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا على قبور انبيائهم والصالحين مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى كانوا اذا مات فيهم رجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا الى اخره. ما تجيش تعكس سنة النبي وتقول النبي بجيلي صلى الله عليه وسلم، لابد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، تتبع اثر النبي. انت بتحبه اتبعه يا اخي، ده الواحد ما بيحب واحده، وده كلام طبعا عشق مش حب، يبقى عايز ما يسمعش الا سيرته، عايز ما يتكلمش الا عليه، عايز يروح يمشي وراه في كل حته كده. يعني اقول لك ايه، ما بالك ده النبي، ده النبي سيد الاولين والاخرين من البشر. طيب النقطه الرابعه محبته والشوق الى رؤياه، الشوق الى اول محبه، ما تكفيش المحبه بس لا، والشوق الى رؤياه. ما تبقاش محبه عاديه، لا والذي نفسي بيدي لا يمنع احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه التي بين جنبيه، يعني من نفسه ووالديه والناس اجمعين برواية. ليه ما قالش وولده؟ لان مش كل الناس بتخلف، ممكن انا ما عنديش عيال بس لي اب ولي ام. اهو من نفسه التي بين جنبيه ووالديه والناس اجمعين، حب النبي كده، ويبقى عندك شوق لرؤيه النبي، نفسي اشوفه، ارى النبي صلى الله عليه وسلم، مشتاق لرؤيه النبي. والشوق نور ينبعث في صدور الموحدين فتهيج المشاعر وينتشن النور في الصدر، فإذا ما ألح على ربه قبل نومه من الله عليه بذلك. مهيأ سبحانك. تعالى للنقطة اللي بعد كده، إحياء سنة النبي ومحاربة البدع. أنا النبي يحبني بإيه؟ إن أنا أحيي سنته، إن أنا أحيي سنته وأكثر من الصلاة عليه. فاللي يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة على النبي، النقطة اللي بعدها، يعني يا ايها الذين امنوا، لما ربنا يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا اقعد اصلي على النبي، اصلي على النبي، لو اصلي عليه كل وقتي اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وماجور ماجور على هذه الصلاه. خلي بالك من دي سرعه جدا، والد محمد بن مكدر وقيل غيره، المهم باسناد المتصل، قال بيعمل ذنوب كثيره وعنده ذنوب كثيره، راح معاه الحج وتاب الى الله جل وعلا، بس كان وهو مذنب ما بيبطلش الصلاه على النبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، بس شوف الكرمه ما تجيش وهو في المعاصي، تاب. راح الحج معاه، وهم راجعين من الحج ابوه كبير السن، يعني تارجح مات. ابنه حزن عليه جدا. بيقول فنظرت الى وجه ابي بعد موته فاذا هو اسود ازرق من غضب الله عليه، اسود ازرق، فحزنت وبقيت بجواره. فأخذتني سنة من النوم بعد طول الجهد فرأيتني فيما يرى النائم وقد رأيت رجلا أقبل علينا يلبس ثوبا أبيضا ما رأيت أبيض منه، اللي بقولك عليه في الرؤية دي، له رائحة ما شممت أطيب منها، له وجه ما رأيت أجمل منه. سبحان الله. دنا من والدي، وكان مغطي والده كده سجاه بعد النوم. قال فكشف عن وجه أبي ثم مسح على وجهه ثم دعا الله جل وعلا فرأيت وجه أبي قد صار أبيض من طلعة القمر في ليلة البدر. سبحانك يا رب. فأمسكت به وقلت بالله عليك من أنت،
الذي من الله بك على ولدي في هذه الساعة؟ قال أو ما تعرفني؟ قلت لا. قال أنا محمد رسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبوك يكثر من الصلاة علي وتاب إلى الله فدعوت الله أن يغفر له. معي؟ معي أستاذ أحمد؟ طيب بعد كده معرفة صفته صلى الله عليه وسلم ومعرفة وصفه الخلق والخلق. يعني إيه؟ يبقى اللي عايز يعرف النبي يقرأ الشمائل، يعرف شكل النبي إيه، أخلاق النبي إيه، يعني يعرف شعر النبي كان إيه، وجه النبي إيه، لحية النبي إيه، جسم النبي إيه، وأسنان النبي إيه، كل حاجة اعرف الوصف. يعني والله العظيم أول مرة ما كنت قرأت شمائل ولا عرفت أي حاجة، لكن لما جيت قرأت الشمائل بعد هذه الرؤية الواضحة، لا بالعكس أنا عندي أوضح مما نقل الترمذي في الشمائل. خدت بالك إزاي؟ واضحة عجيبة عجيبة عجيبة، تنطبق تماما، بل بالعكس ما تقرأ أجمل وأعظم مما تقرأ. المهم بعد كده قلنا الإكثار من ذكر النبي في المجالس. أنت قاعد يا أخي صل على النبي يا أخي صلى الله عليه وسلم، يا أخي بحب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي النبي قال كذا، النبي بتاعنا كذا، النبي بتاعنا فعل كذا، النبي بتاعنا فعل كذا، إلى آخر هذه الأمور. اجعل بكثرة ذكرك وانشغالك به تراه بإذن الله. بعد كده تذكره وقراءة شيء من السيرة بتاعته قبل النوم. يعني ما تيجي قبل النوم يا أستاذ أحمد عايز تنام، في واحد ينام وبشوف فيلم أجنبي، ينام يشوف، أنا أقول لك شفت رعب، شفت ايه، يجي يشوف فيلم مصري، لكن شفت الحاجة فلانة والحاجة فلانة وهو بيضربها مش عارف ايه، حاجة تافهة. الله، في انسان قبل ما ينام يهيئ نفسه، توضى، قرأ شوية قرآن، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم ماسك بقى جزء من سيرة النبي، يقرأ حاجات من سيرة النبي، كان مع زوجته ازاي، لما راح غزوة كذا عمل ايه والكلام دي، وينام على كده. لما ينام على كده يرى النبي صلى الله عليه وسلم. اديك مثال، في طالب علم راح لشيخه المذكور ايضا في الجامع المتين لشتى امور الدين 46، راح لشيخه نفسه اشوف النبي، قال له خلاص يا اخي اتبع النبي، طبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنه النبي، شوف النبي. قال له لا لا، عايز حاجه سريعه سريعه يا ابن روح، عايز اعلمه مش فايده ابدا. قال له طب خلاص، انا عايزك لما تروح جيب شويه ملح، كل عيش وملح، هتعطش اوعى تشرب ميه، خليك على العيش والملح واشرب ميه خالص ماشي، ونام على كده. عرف الشيخ روح ما لها ملح، لما خلاص المسامره تطلع من فوق هيموت. فنام، راح للشيخ الصبح، شفت ايه؟ قال له رأيت انهارا وعيونا وامطارا وبحارا وترعا، كلها مية مية مية. قال لانك نمت عطشانا واشتقت الى الماء فما رأيت الا الماء، فلم نمت على اشتياق لرؤية النبي وتهيجت مشاعرك بذلك لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، صلى الله عليه. بعد كده طبعا التأسي به والاقتناء به، التقرب الى الله بفعل الطاعة، تقديم النبي على الجميع عليه الصلاة والسلام. يعني شوف انا ما اقعد معك اهو اقول لا، بموجتي وروحي، ايه اللي حد يجي على سنة النبي، ايه اللي حد يجي على هذا الدين، ليه؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه الى اخره. صلى الله عليه. وصفات الحياه انا شخصيا انا استمعت وما طولت، لا 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 ما شاء الله، لا 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 استفدنا كلنا، وانا استفدت يعني على المستوى الشخصي. الدعاء فضيله الشيخ في الختام طبعا. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ مصر من كل خبيث، اللهم احفظ مصر من كل خبيث، اللهم احفظ مصر من كل خبيث، اللهم اجعلها إسلامية إلى أن ترث الأرض ومن عليها، اللهم اجعل مصر إسلامية إلى أن ترث الأرض ومن عليها، اللهم اجعل مصر إسلامية إلى أن ترث الأرض ومن عليها، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ولي امورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم مكن لإقامة الخلافة بين ظهرانينا، ومكن لتطبيق شرعك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، اللهم احفظها من كيد اليهود الملاعين، واحفظها يا رب من كيد الروافض المجرمين، اللهم احفظها من كيد الروافض المجرمين، اللهم احفظها من كيد الروافض المجرمين، واحفظها من كيد اليهود الملاعين، واحفظها من كيد أعدائك أعداء الدين، اللهم احفظها من الخونة المجرمين، اللهم احفظها من الفاسدين، اللهم احفظها من الفاسدين، اللهم احفظها من الفاسدين،
اللهم احفظها يا رب من الذين يحاربون الدين ويدعون الإسلام في كل وقت وحين. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب صب الخير على أرض مصر صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. واحفظها يا رب, واحفظها يا رب, واحفظها يا رب. وقر أعيننا, وقر أعيننا, وقر أعيننا, وقر أعيننا برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام. واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا, وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ, قبل ما انسى دي أمانة, احنا كنا بنصور امبارح, انت تسمع سعادتك اكيد عرفت بالقضية الشيخ احمد عامر اللي تم قتله, تم قتله هو وزوجته, اتقتلوا بطريقه بشعه. كان يقاوم التبشير وكان ضد التبشير وكان له قدم. تم ذبحه هو وزوجته بطريقه وحشيه. انا امي اعرف ليه ما تعرفش لغايه الان من اللي ذبحه. الرجل مستهدف ومعروف ومكشوف, يعني ما وصلوا الى شيء. يعني هو فريق البحث النهارده كلمني وكيل مباحث الجيزه, ويمكن في خطة بحث ان شاء الله تكشف هذه الجريمة. احنا قمنا بتصويرها, هي تكشف لسبب اخ قبل كده انتوا طبعا معرفتوهاش, في 6 اكتوبر ملتحي شاب صغير, زوجته ولادها راحوا عند اهلها شوية, رجعوا لهم مذبوح في الشقة. صحيح. وبعدين الشيخ احمد عامر ورجل معروف كان بمقاومته لفكر معين. لا ده امر ده مبرمج وممنهج جدا. هل يعني والدة المجني عليه فضيلة الشيخ, هم الاسرة كلها ما صوروش مع اي حد. عرفوا طبعا برنامجنا ومشكورين الحقيقة. بعد ما خلاص احنا عرفنا ان هم مش هيصوروا فهنرجع بالعربية, لكن لما عرفوا برنامجنا وكده قالوا لا هنصور معاكم. احنا مشكورين صوروا معنا, قالوا لان انت بتسعوا للخير وبتسعوا لكشف الجريمة. لا بد من الكشف دي بالذات باسلوب ممنهج داخل على مصر اللي منذ لتصفية ناس معينة. ففضلتك ان شاء الله احنا هنعرض القضية دي يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله الساعة 8:30. وفضلتك في اللقاء معك تعلق على القضية, هتشوف بعد ما تشوف طبعا التقرير. يعني على رأسي, على رأسي الصح. أعزائي المشاهدين, في نهاية هذا اللقاء بشكر أسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي, بنشكرك جدا فضيلة الشيخ. شكر الله. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله يوم الأربعاء, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.